ففي عام 170 للهجرة كان وصول إدريس بن عبد الله المشهور بمولاي إدريس دفين زرهون إلى المغرب بعد نجاته من وقعة فخ. وفخ موضع قرب مكة قاتل فيه العباسيون بعض أحفاد الإمام علي. وفي 172 للهجرة كانت مبايعة قبائل أوربة بزعامة إسحاق بن عبد الحميد لمولاي إدريس وبداية تخطيطه لمدينة فاس. وفي 177 تم اغتيال المولاي إدريس على يد عميل أوعز له الخليفة هارون الرشيد. وفي عام 188 للهجرة كانت مبايعة شيوخ بعض القبائل المغربية لإدريس ابن إدريس المشهور بالمولى إدريس الثاني بوليلي، وعمره حينئذ 11 سنة، وكان والده قد مات وأمه حامل به. وفي عام 189 قدم القيروانيون من العرب القيسية والأزد ويحصب على المولى إدريس الثاني بفاس، واستقروا بالعدوة التي عرفت باسمهم. وفي عام 192 وقع استئناف بناء مدينة فاس وتم بناء جامع الأشياخ. وفي عام 202 قدم الأندلسيون إلى فاس على إثر ثورة الربض بقرطبة، وكان استيطانهم بالعدوة المعروفة باسمهم. وفي 213 كانت وفاة المولى إدريس الثاني، وتم اقتسام أقاليم الإمارة الإدريسية بين أبناء المولى إدريس بتدبير من جدتهم كنزة. وفي 244 كان هجوم النورمانديين الإسكندنافيين على السواحل الشمالية واحتلالهم لمدينة كور. وفي عام 245 للهجرة تم بناء جامع القرويين بفاس على نفقة فاطمة الفهرية، وجامع الأندلس في المدينة نفسها على يد أختها مريم. وفي عام 285 كانت مجاعة شديدة ووباء فتاك بالمغرب والأندلس. في عام 303 للهجرة كانت وفيات كثيرة في المغرب بسبب المجاعة. وفي عام 313 للهجرة كانت وفاة الحسن الحجام آخر أمراء الأدارسة بفاس، ولجوء إخوته إلى قلعة حجر النسر قرب العرائش. وفي 375 للهجرة كان قضاء المنصور بن أبي عامر الحاجب الأموي على الحسن بن جنون آخر الأمراء الأدارسة بمجموع المغرب. ويعتبر عهد الأدارسة عهداً مهماً في المغرب لاعتبارات، منها قيام أول إمارة في تاريخ المغرب الإسلامي على البيعة والرضا، وقيام أول دولة مركزية وصلت إلى مدى جغرافي غير مسبوق، وبدأ فيه اتصال بين المغاربة والدوحة النبوية على مستوى النسب والإمارة. واختار فيه المغاربة المذهب السني والمذهب المالكي إطاراً لتدينهم، وبدأ فيه تأسيس معالم للحضارة والعلم، ووردت فعاليات علمية من المشرق والأندلس.